لا 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 انت عارفني شو؟ طب ما بدي اعرفك روح فين؟ كفش حادي على التيك توك روح يا خايف مين 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 شباك يا زلمه هون فات على الكرحانه عندك؟ علقت معي المسكه من هون لهون علقت معي المسكه شو علقت معك؟ شباك يا زلمه؟ في سيارات للعالم نعم في سيارات للعالم علقت معي بدي صف هون ضلت فايتي معي لهون مثل النار ليش ما علقت معك برا علقت معك هون علقت معي ضلت عامله هيك المسكه وجيت لفوت بالعمود هيدا الله ستر الله ستر وما فوت بالعمود شو بدك الله؟ بدي احكي معك موضوع الله يخليك قل لي شو بدك؟ يعطيك العافية عدي يا محمد قل لي خيي شوفي يعطيك العافية الله يعافيك أنا حكوني عنك أنا سألت هون ايه؟ أنا ساكن على طريق صيدا عم بحكي قدام حدا إنه بدي يعني بدي حدا يساعدني بهالشيء اللي انا ايه قل لي شو فيه عندي ايه شغل يا زلمه والله انا عم بحكيك وانا عم بحكيك برا طب ما قل لي شو بدك على السريع ايه قصدي ما عم بحكي معك اسمعني قصدي انت بس اسمعني بس خي ما حاسمعك صار لك ساعه اسمعني اسمعني خي قل لي شو بدك انا حكيت عند واحد هون بيشتغل هيك بركب شيء تعول هذا شو اسمه هذا كف 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 شو يا الله كف كهربا شو بدي هلا انا مع وين كنت قلي شو بدك هو بركبهم ايه قل لي بس هو شو هو طاول الكف هذا بيعمل كفات يا خيي كف ماشي قال لي روح لعند وسيم اوكي واذا بتقول له يعمل لك اياها بيعمل لك اياها لانه هو الوحيد المعلم ببيروت ما حدا غيره معلم بيعملها يا خيي ماشي بس شو هي بس رح مبيك بتعملها لا حول ولا قوه بس بتعملها لا حول ولا قوه الا بالله قل لي شو بدك خلصني خلص سماي عندي شغل ايه بس رح تعمل لي اياها خيي ايه شو هي؟ درجة حرارة قد ايه برا؟ 45 50 40 70 طيب هلا درجة حرارة برا 70 ايه هلا لبسينات عم بموتوا اوكي لبسينات من الشوب عم بموتوا خيي قل لي شو بدك خلص سماي لهلا ايه قال لي روح لعند وسيم قل له هو خليه يعمل لك اياها لهي خيي حاعمل لك اياها شو بدك؟ هي الموتوسيك هاي الموتوسيك ايه هلا انا بدي ركب لها خيمه مشان شو؟ مشان الشمس بس انا شو قصدي بالموضوع؟ ما انت ما خصك بقول لك لا لك انا ما قلت انت بدك تركب لها بدي ركب لها خيمه لهي الموتوسيك يعني خيمه هيك ماشي وغيره ايه قال لي قل له لوسيم بيجيب لك مكيف صغير تعود السياره وبركب لك اياه بقلب الخيمه تحية لك بدك عم تحكي جاد؟ انت طبيعي؟ عم بطلب منك الطلب قلت لي ايه معلم انا صدري بلش يدي قل لي شو بدك هاي الموتوسيك على السريع ايه؟ ماشي هاي الموتوسيك عرفنا موتوسيك ايه؟ وعرفنا نحط خيمه شو بدك تعمل بعد بدي ركب خيمه وبدي خيمة. بدي انا بدي اذا ظهرت انا وصديقتي يعني صديقه عمري حبيبه قلبي ايه؟ بدي اقدمها للخيمه بدي حدا يشوف انه انا ظهر ما شاء الله عنك ايه؟ بدي اركب له اي سي هون مشان يعطيني هواء بارد وانا جبت الغاز معي ها جبت الانيد الغاز مشان اذا بحالك تعبي غاز للاي سي من عبيه لغاز بس هاي هيدي الغاز جبتها انت شو نعم اعطيني اياها شوي لحظه لالي هاي اعطيني اياها شوي اعطيني اياها شوي خي لالي هاي لك هيدا شوي خي بس لالي قلت لك اياها براسك هلا خي لالي انا الغاز ليش هيدي الزرعه على سمايه هيدا الغاز تاع المكيفات هيدا غاز المكيفات ايش بدك دفعني 50 دولار ما جبت لك اياها من عندي طب يلا روح كراج كراج ما جبتها من عندي كراج احسن ما احطك فيها على راسك طب ما جبتها من عندي هاي طب يلا اطلع على راسي يا خي على راسي لا 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 بدي 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 فرق بلا ما فقعك فيها براسك يا زلمي والله براسك وفقعك اياها يا عراسي يا خلاص روح طالة برا يا زلمي جاي تستني زمانة روح عراس روح روح طالة برا بدي اخذ الغاز يا خيي روح انت ومصيتك يلا يلا على السريع يلا يلا هون ما عادش ترجيني وجهك ايه بس قصدي بدك تدفع لي 50 دولار حق الغاز هديك غالي انا ما كسر لك الموتوسيكل رجع يا زلمي انت طبيعي والله طبيعي انت رجع انا غلطت شو معك اكيد غلط جاي تستلمنا يا زلمه روح فين انت بتعرفني شيء شو ولا بعرفك قصدي انا ولا عم لك ركب لي هاي عبي لي هاي حط لي اي سي من عندك خذ حق ما بدك حق خيي ما بدي حط قلب الخيمه وهيدا غاز جبت لك اياه لتوفر غاز رجع رجع اذا عبينا غاز من هذا وين المشكله ما ترجع لا حرجع افتح لك راسك رجع يلا كروت وين وين هي هو مش هو مش يا خيي والله انت مش طبيعي يا زلمه والله مش طبيعي انت رجع
شوف لحظة يا خي لحظة لحظة خي انت منك طبيعي يا زلمة بدي ظهره لبرا اتركه للمطسيك خد جردك روح بالتاكسي اتركه للمطسيك يا خي بدي اخد المطسيك مش لاقي هدا للمطسيك هدا بظهر لي يلا برا ما حطلعك ارجع لورا يلا معلمي انا غلطت شي معك ارجع لبرا انا مغلط شي معك اكيد عم تغلط معي شو غلطت معك جاي بتقول لك عبي غاز مكيف جايب غاز سيارات ايه قصدي بدك تعملها للمطسيك مكيف وانا فكر حالك باليابان انت قصدي درجة حرارة 70 برا ما في ركب لها اي سي معلم انت منك طبيعي ليه اللي عم تغلط والله طلع انت بتعرفني شيء خي طلع لبرا خي انت بتعرفني شيء طلع لبرا بس انت بتعرفني شيء ما بدي اعرفك انت شايفني شيء من برا لا ما شايفك طيب ليه عم تحكيني هيك بالطريقه اذا عبينا غاز من هيدا مش بوفر غاز علي 50 دولار خي بعطيك مصاري وتفال خي لا بدي الموتسيك بدي بعطيك مصاري وتفال طب خد موتسيكتك وفال يلا خد موتسيكتك وفال بس انا ما غلطت معك يلا إذا أنا فايت لهون بالموتسيك كمان رح أحبي لك غاز غاز بس غاز بس, بس أنا ما غلطت معك شو بصير أنت وياي جرب طولع يلا روح خي لحظة شو ها تعال يا محمد تعال بس أنا أقدم على البيع هيدا النهار من عولته جاي يلا لا خي شو بك يا زلمة أنت والله منك طبيعي علمه أنا هيدا المصاري كله انا بطلع بشحط كل يوم انا بطلع بديش حد من الصبح لبالليل بطلع بديش حد معلمي انت ما بتشوفني ما بتعرفني انا انسان مشهور كتير وين مشهور انا بطلع على التيك توك باللايفات وحيط الله كل يوم بقعد 10 ساعات لطلع 30 دولار يا زلمه شو عم تحكي لي بهالطريقه هاي قلت عول التيك توك شحادين ايه شو قصدك قلت عول التيك توك بلا شرف ايش اه بتحكي عني انا يعني ليش بدك تطلع على التيك توك شحاد هو بده يشحد ما في بالشغل بالبلد ما في شغل قلت عول التيك توك زبالين انا زبالي انا قصدك انا شو الله يا خي ما بعرف لما طبيعي جاي ساعة بدي عبي غاز بس موتسيك هيدي بدي عبيه بدي اركب اي سي معقول انت براسك في شيء تعبي بدي اركب اي سي بتعرفني شيء يا خي ما بعرفك ولو ما بعرفك فل خي الحفان هذا الموتسيك لبرا يا خي الحفان بس انا شغل شغلت معك يا خي روح فل خي عرفت الحفان خي ما مد ايدي علي خي انا حفان يا خي شو القصة شو بك ليه معصب هاد ليه معصب شوف وضحك معنا تحكي من القلب نحن بتفهم بعتنا نحن بعتنا فحص طاول الفتيح اتفق هو شغيلة غفتة وضحك معنا تحكي من القلب وعتزعل مني لو لاكلت الضر ونضلك متابعنا واحضرنا واسمعنا ضلك متابعنا واحضرنا واسمعنا ولك اوعك تزعل منك اوعك لو لاكلت الضر اوعك تزعل منا اوعك لو لا اكلت الضر اوعك تزعل منا